3 أسابيع متواصلة من جلسات المحاكمة تنتهي بإدانة الشرطي المتهم بقتل المواطن الأمريكي ذوي الأصول الإفريقية جورج فلويد. محكمة مينيابوليس أدانت الشرطي السابق ديريك شوبين، وقررت هيئة المحلفين بأنه مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه، ليواجه عقوبة أقصاها السجن 40 عاما في أخطر هذه التهم، وهي القتل من الدرجة الثانية. حكم وجد صدى واسعا في الشارع الأمريكي الذي هزته قضية فلويد، والتي كانت أحد مظاهر الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأمريكي. أنني مرتاح وسعيد بصدور حكم الإدانة، لقد تحققت العدالة، وأنا فخور جدا بالمكان الذي أعيش فيه الآن. هذا ليس كافيا، ما أردته أن يحكم عليه بالإعدام، لأننا نرى الكثير من الناس يموتون دون ذنب هنا على يد الشرطة التي يفترض أن تكون بخدمة وحماية الجميع. الحكم رآه الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة للأمام لمواجهة ما وصفها بالعنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة. لنكن واضحين، هذا الحكم نادر الحدوث في بلادنا، فهو خطوة هائلة للأمام نحو تحقيق العدالة. لا ينبغي لأحد أن يكون فوق القانون، ينبغي القيام بالكثير لتحقيق تغيير وإصلاح حقيقي لمواجهة العنصرية الممنهجة التي تعد وصمة على جبين بلدنا. وضمن هذه الخطوات لمواجهة العنصرية، حثت نائبة الرئيس كامالا هاريس مجلس الشيوخ على إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب يهدف لوقف الممارسات العدوانية ضد ذوي الأصول الإفريقية والأقليات الأخرى.